حبينا بآخر السنة نعمل شغلة شوية مغايرة، أن ندعي أصدقائنا من الموسيقيين الذكور، تمام، بس من خيرة الموسيقيين السوريين حقيقة، وأن يشاركونا جملة من البرامج تبعنا، يعني بيست أوف، خلينا نقول مختارات من برامجنا اللي قدمناها خلال السنة. فكانت الفكرة جيدة ومهمة أن الشباب تعرفوا على المقطوعات اللي بتعزفها ماري، لأنه هذه فقط نحن بنعزفها. بالإضافة إلى ذلك هي تجربة أيضا قيمة بالنسبة للبنات للتحاور أيضا مع بقية الشباب وبقية الآلات. كانت تجربة مهمة لنا. كل سنة رح نعمل احتفال بآخر السنة اسمه ماري أند فريندز، يعني ماري والأصدقاء، خلينا نقول نقدر نقدم فيه مجموعة أعمالنا اللي قدمناها خلال السنة أو مختارات من هذه الأعمال. برنامج 2017 بحافل، يعني عندنا أربع برامج مبدئيا، أربع برامج جديدة ومهمة، وهناك ضيوف من خارج سوريا أيضا جايين، هذا شيء كتير مهم يعني.